السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هذا حسام إبراهيم وياكم. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن اللاعب محمد علي عبود، خصوصا بعد الأخبار اللي سمعناها وانتشرت حول استدعائه لقائمة 41 اللي راح تنزل بعد أيام قليلة. طبعا موضوع استدعاء محمد علي عبود أنا أتوقع هو مجرد تخمينات من أصحاب المواقع. إلى الآن ماكو شيء رسمي يقول أن اللاعب محمد علي عبود موجود ضمن قائمة أدفوكات لمواجهة منتخب لبنان والإمارات. فمثلا نفس الموقع اللي نشر خبر استدعاء محمد علي عبود هو نفسه الموقع اللي نشر خبر إبعاد جاستن ميران من المنتخب الوطني العراقي، وهذا اللي نفاه الكابتن يونس محمود بآخر اللقاءات له. فمو كل الأخبار اللي نسمعها ممكن تكون صحيحة، لكن على ما يبدو أن اللاعب محمد علي عبود من الممكن أو تخمينا ممكن انه يكون ضمن القائمة اللي بها 41 لاعب، خصوصا انه هو من لاعبين الوسط الجيدين بالدوري العراقي، ويعتبر واحد من افضل لاعبين الوسط حسب ما يقول الجمهور العراقي وبعض المدربين اللي متابعين اللاعب محمد علي عبود. فموضوع وجوده بقائمة 41 قد يكون وارد، لكن وجوده بقائمة 26 هذا الامر بالتأكيد بشك كبير، خصوصا انه اكو هواية لاعبين منافسين الى بخط الوسط. خلونا نرجع سنة الى الوراء. خلال فترة تدريب كتنيتش للمنتخب الوطني العراقي، محمد علي عبود كان يقدم اداء جيد، لكن كتنيتش كان ما ينطي فرصة وما يسحبه. ومن وصل ادفوكات الى تدريب المنتخب العراقي، اللاعب كان يتأمل انه راح ينسحب الى المنتخب الوطني، وهذا اللي ما حدث. فالقائمة الاولى اللي استدعاها المدرب ادفوكات لمواجهة كوريا وايران خلت من اسم اللاعب محمد علي عبود، وهذا اللي اثار حفيظة اللاعب محمد علي عبود وهنا قبت العياطة. اكو مدرب هو مسيطر على بعض اللاعبين وهو يجيبون المنتخب، اكو مدربين واكو سماسره هم اللي مسيطرين، هم يدعون اللاعبين للمنتخب. بس لاعبين سبع لاعبين حرام يتواجدون بالمنتخب، هسه المنتخب اصبح سماسره. محمد علي عبود كان من الاسماء الموجوده بالمنتخب الوطني، لكنه احنا تفاجئنا باسباب اداريه، يعني اتمنى انه احنا ما نريد واحد من اسباب. الامانه اليوم تصريحه يقول انا ما عندي اي مشكله بمساله جوازي، والدليل انه انا دا اسافر مع القوه الجويه في استحقاقات خارجيه. تعرف احنا تابعين، يعني عندنا اتحاد كره القدم وعندنا العلاقات، والعلاقات يعني الناس يعرفون كل الاشياء الاداريه اللي تخص اللاعب. وصار محمد علي عبود يحكي حكي قوي جدا بالفضائيات العراقيه، والفضائيات العراقية ما تصدق تشوف واحد يحكي على المنتخب الوطني العراقي. فصرنا نشوف اللاعب محمد علي عبود ضيف دائم عندهم. خلال اسبوع يمكن طلع اكثر من 4 أو 5 مقابلات، وعنوان الحلقة دائما يكون محمد علي عبود ليش ما سحب ادفوكات للمنتخب الوطني العراقي. فانا استغربت على التصريح مال جوازك، يعني شلون انا جوازي انا مثلت منتخب ناشئين ومثلت منتخب شباب ومثلت منتخب اولمبي، يعني هاي ثلاث منتخبات اللي مثلتها الا هسه ما وصلت للوطني يلا طلع جوازي بإشكال؟ اذا ما تنزل نفسك ما تدر روحك ما تندعم المنتخب، قلب بالمية المنتخب مبني على علاقة شخصية. هاي التصريحات النارية من اللاعب خلت الهيئة التطبيعية تستدعي وتسوي له تحقيق داخلي بمقر الهيئة التطبيعية واللي هو مقر الاتحاد العراقي. وبعد الاجتماع مع محمد علي عبود هذا اللي صار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر الاخوان بالهيئة التطبيعية لاستقبالهم لمحمد علي عبود، يعني تفهموا الاخوان هم بالهيئة التطبيعية تفهموا وضعي، فرحت لهم افتهمت من يمهم وهم فهموني، فقالوا ان شاء الله خلال ايام وتنحل الموضوع مع الجواز. يقولون هو اكو مشكله بسيطه وان شاء الله هاي الايام تنحل. اكو بعض الجماهير من حكيت عبا لما حكيت على كابتن باسم الأرقيس والمساعد كابتن نسيت رحم بالي رحيم كابتن رحيم حميد، فهم هذول كانوا ما معنيين، يعني بالعكس هم كباتن واحنا يعني نفتخر بهم كباتن على مستوى عالي. بالعكس انا ما كنت يعني موجه كلمه لو مثلا اساءه لهم، بالعكس هم يعني من احسن الناس ومدربين المنتخب، والله يوفق ان شاء الله المنتخب وصعودنا ان شاء الله الكاس. بالعكس انا اسمي محمد، واذا يردون يرحون وين ما يردون اسمه موجود محمد علي عبود. هو بلال لقب، يعني لقب بالمنطقه، يعني ولد جماعتي حبوا يسحبوا لي بلال ومشت، يعني هسه بالمنطقه ما يعرفون محمد يعرفون كبلال. انا طبعا مو من جماعتك ولا ابن منطقتك، فلهذا راح اصرح لك محمد علي عبود. نرجع لمستوى اللاعب، هذا اللاعب اليوم بالدوري العراقي يصنف هو واحد من افضل اللاعبين بالدوري العراقي. لاعب عمره 20 سنه على الورق، القيمه التسويقيه مالته 300 الف يورو، ويلعب بمركز الوسط. اقول لكم ليش ما نروح نشوف شنو سوى محمد علي عبود بكاس السوبر العراقي اللي كان ما بين نادي الزوراء والقوه الجويه. يلا خلينا نروح نشوف شنو اللي سواه هذا اللاعب. هذا نهائي كاس السوبر العراقي واللي كان ما بين نادي الزوراء ونادي القوه الجويه، هذه المباراه اللي اشترك من خلالها محمد علي عبود لمده 90 دقيقه. جبت لكم لقطات محمد علي عبود، وكل ما يلزم الطوبه راح اخلي عليه دائره حمراء. خلينا نشوف شنو قدم محمد علي عبود بهاي المباراه على مود الجمهور يطالب به، وسمعنا اخبار بانه هو راح ينسحب للمنتخب الوطني العراقي. يلا محمد علي عبود وانقطعت من عنده. حلو،
هاي اللمسات الأولى لمحمد علي عبود بالمباراة، حلوة، احتفاظ بالكرة، دعبل اللاعب نادي الزوراء وانطاها نطية حلوة الصديقة، بدأ هجمة حلوة، تعتبر بداية هجمة حلوة. احنا استلم الكرة رجعها الصاحبة، حلو تحكم بالكرة نوعا ما بشكل جيد، استلام تسليم جيد، حلو كلاعب انا اشوفه الى الان يعني عنده لمسات جيدة، اصدقاء يلعب بشكل جماعي وياهم، دائما هو يبدي الهجمات خلينا نقول من الخلف، يوزع كرات الاصدقاء، وهنا شوية مرات يلح بالطوبة وتطلع تنقطع من عنده. يلا محمد علي عبود، حلوة، يلا كرة لا على التعيين، ما اعرف ليش هيك انطاها. يلا محمد علي عبود، بسم الله، وحدة الى والصديقة، يلا روح وين الثانية يا معود. يلا محمد علي عبود 1-2، اي هاي اللي كنا ندور عليها 1-2، بالرغم من انه يلا 1-2-3، حلوة الثري، بناء هجمة جيد من محمد علي عبود، استمر هنا، حلوة، ضغط على باعتبارها انه هجمة مرتدة، اوكي سوى فاول، سوى تدخل، قرار صحيح من محمد علي عبود، يلا استلم سلم، حلوة، مهارة نوعا ما عنده، يراوغ الخصم بجسمه نوعا ما، استلم تسليم، انطى صاحبه وصاحبه هنا رجع له. يلا محمد علي عبود وين حتنطيها؟ حلوه صاحبك، حلو حلو، رجع لي ورا الطوبه، يقولون لعد المدرب يدور واحد ينطي طوبات لي قدام. يلا حلوه، يلا محمد علي عبود وينك؟ وينك محمد؟ يلا ضربه كاسيميرو ستايل، راح بها لاعب نادي الزوراء. يلا حمودي استلم، الله حلو نوعا ما، يلا يلا وينك؟ يلا تشتيت اللاعب نادي الزوراء، مشوها ماكو مشكلة، استلم رجع للحارس، ادفوكات يريد واحد يلعب لي قدام. يلا واحدة اثنين، يلا هنا استلم الكرة، حلوة الصفاء هادي، وانطها راحت نطية خاطئة وصارت مرتدة على الفريق. يلا حمودي هنا كان المفروض يضغط على اللاعب الخصم وانطاها لاعب الزوراء، وكانت هجمة خطأ على الزوراء. هذا ملخص لمسات محمد علي عبود بالشوط الأول. خلينا نروح للشوط الثاني، يلا حلوة، يا الله بداها، وينك محمد علي عبود؟ اضغط، يلا يلا انطيها، ابدي هجمة، اركض، اسرع اسرع، يلا 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 انطي يا معود، حلوة نطاها الكرة هنا وقفت. يلا محمد علي عبود للخصم، يلا حلوة، يلا اضغط عليهم، اضغط، يلا يا سبع وينك؟ شكله هنا تأذى، يلا استلم، اركض، لح شوية بالطوبة، لح 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 لح، اخذ فاول، اوكي يلا نريد نشوف شيء خطر من عندك. يعني نطية حلوة لمحمد علي عبود، بس المدافع كان اقرب، نادي شوف المدافع اقرب، يلا وينك؟ استلم، يلا انطي انطي انطي، لح بالطوبة لكن ما فقدها، اوكي انطاها الصاحب، وكانت هجمة خطرة، بداية هجمة كانت من عنده حلوة. يلا استلم، ذبها بظهر لاعبة، يلا محمد، يلا انطي صاحبك، اوكي تصرف صحيح، انت مركز جيد دائما بالدائرة، يوقف محمد علي عبود، بس صاحبه هذا هنا يلح هواي بالطوبة، يلا راح بها محمد علي عبود، وعثار، وهذا انذار لاعب الزوراء، بيكو بطن بسواله. يلا محمد اضغط اضغط، يلا يلا يا معود، راحت، يلا استلم انطي صاحبك، صاحبك هسه يرجعها لي ورا اكيد، حلو رجعها لك، يلا تغيير مسار الكرة، اوكي يلا حمودي، يلا انت صاحبك يمك، وين وين؟ كرة مجانية للزوراء، يلا محمد هنا احسك شوية تعبت ما اعرف ليش، بس يلا سبع اركض، حلوة مهاريا شوية جيد اللاعب، لكن مرات النطيات مالته ما تكون كلش مضبوطة. هنا سوى فاول على سعد عبد الامير، سوى لكاسيميرو ستايل، يلا ابدي وينك؟ ما لك عنوان واسمك ضاعت اخباره. يلا محمد علي عبود اريدها من عندك، انت هنا لازم تضغط على لاعب الزوراء وتمنع الهجمه، ليش بطيء حمودي؟ ليش؟ اركض اركض، راحت، هذا صديقه اللي اخذها مو هو. يلا هنا همين ويا معود، اركض اركض، روح هجمه على فريقك،
اي هنا انطاها زين قطعها. هاي ملخص محمد علي عبود شفناه من خلال هذا الفيديو اللي كان ما بين نادي الزوراء والقوة الجوية. اختاريت مباراة الزوراء والقوة الجوية لانه اعتبرها مباراة نهائية، مباراة نوعا ما بها ضغط، فحبيت اشوف لمسات اللاعب بمباراة كبيرة، لهذا اختاريت مباراة القوة الجوية والزوراء. صحيح هي مباراة بداية الموسم ويمكن اللاعب بعد ما متحضر زين يمكن عنده لياقة بدنية هابطة، اكو هواية امور تأثر على مستوى اللاعب ويمكن نشوف اللاعب اداء منخفض. بعد كأس السوبر العراقي واللي خسر نادي القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، رجع محمد علي عبود وشارك مع نادي القوة الجوية بالدوري العراقي خلال مباراتين امام نادي القاسم واللي ما ركزنا بها هواية لانه النقل التلفزيوني ما كان بها بشكل جيد، والمباراة الثانية لعبها امام نادي سامراء واللي صنع بها هدف مميز، انطى نطية كلش مميزة للمهاجم واللي استغلها وسجل من خلالها هدف، وقدم مباراة جيدة امام نادي سامراء. وهسه وصلنا لمربط الفرس، هل محمد علي عبود راح ينسحب للمنتخب الوطني العراقي؟ انا اتمنى انه انت تعطيني رايك بالتعليقات، هل انه هذا اللاعب يستحق ان يكون بالمنتخب الوطني العراقي؟ انا من وجهة نظري انا اعتقد انه اكو لاعبين هواية عندنا بخط الوسط، حاليا اكو منافسة كبيرة ومحمد علي عبود قد يدخل ضمن هذه المنافسة، لكن اعتقد محمد علي عبود حتى لو اجى اسمه بقائمة ال 26 ما راح يكون ذاك اللاعب الاساسي بالخط الوسط العراقي، لانه اعتقد اكو لاعبين نوعا ما افضل من عنده، يمكن يكون لاعب بديل، واللاعب البديل بهيج مباريات وبهيج تصفيات يمكن يحصل له 10 دقائق حسب ظروف المباراة، فمثلا امام لبنان إذا كنا متقدمين عليهم وضامنين المباراة إن شاء الله طبعا ممكن أنه المدرب يزج باللاعب محمد علي عبود، أو الأمر الثاني اللي يخلي المدرب يزج بمحمد علي عبود قد تحدث إصابة عند بعض اللاعبين الأساسيين، ممكن بوقتها المدرب يزج بمحمد علي عبود كلاعب بخط الوسط، أما أن يكون محمد علي عبود كلاعب أساسي بالمنتخب الوطني العراقي أعتقد هذا الأمر جدا صعب، وبعد وقت أن يكون محمد علي عبود هو لاعبنا الأساسي بخط الوسط. انطيني رأيك أنت بالتعليقات، هل تشوف أن محمد علي عبود راح يكون له مكان بالمباراتين القادمة أم لك رأي آخر؟ شكرا لدعمكم هواية، شكرا لأنه شفت هاي الحلقة، أشوفكم في حلقات أخرى، ولا تنسون أنطونا دعم، أنطونا لايك وسبسكرايب للقناة، أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.